وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. ربنا سبحانه وتعالى ربط فلاحنا سواء في الدنيا أو الآخرة بعمل الخير، فقال لنا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. برحب بضيفنا الشيخ أحمد مرة تانية، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. هو مش بس ربنا ربط الفلاح على قضية الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى أو فعل الخير عامة، لكن لما نيجي نشوف فعل الخير ده والإنفاق بالذات في سبيل الله تعالى، أنا محتاج أن الناس تقرأ القرآن، تحاول أنها تتدبر أو تقف عند معاني كلام الله رب العالمين. يعني هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى قرن الإنفاق ده بعبادات كثيرة جدا، وأهم العبادات عندنا هي الإيه؟ الصلاة، وقرنها بالشورى أيضا. فحلاقي رب العالمين يقول مثلا في أول سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون. وحلاقي في سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وحلاقي في سورة ثانية: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ورب العالمين أمرنا بالتقوى، يعني إحنا المفروض إحنا كل يوم كذا أو كل لحظة من اللحظات بنحاول نتقرب فيها إلى رب العالمين. ممكن تتقرب إلى الله عز وجل بالذكر، ممكن تتقرب إلى الله بسجدة، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، استغفر ربك كثيرا. ممكن تتقرب إلى الله عز وجل وانت قاعد بتشاهدنا دلوقتي في اللحظة دي بقضية الندم على ما فات، اللي هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. اللي انت تندم، الندم في حد ذاته عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. يعني سبحان الله، ده يعني من رحمة رب العالمين بهذه الأمة أن جعل ندمنا توبة. لكن في الأمم السابقة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ده كانت التوبة بتاعتهم. لكن في أمتنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة. فأنا بندم على ما فات، بندم على تقصيري في فعل الخير، بندم على تقصيري في فعل الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. وبالتالي أنا محتاج أن أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض، ومحتاج أن أنا أتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. فرب العالمين يقول لنا كده: فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر الاستطاعة. يعني حاول بقدر الإمكان حتى تستطيع. أنا لما بشوف أحد الصالحين، وهو أبو مسلم الخولاني مثلا، كان يقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. وكان بيشتد رضي الله عنه على نفسه، كان اسمه حكيم هذه الأمة، عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه. وكان معلق عصا كده، فكان لما رجله توجع ولا بتاع يروح جايب العصا وضرب رجله، يقول لها: قومي يا مأوى كل شر، قومي. ولما كان يروح بقى خلاص ويصلي ويروح فيزحف زحفا الى فراش، مش قادر يمشي. طب وانت بتعمل يعني انت بتشق؟ هو مش شايف ان دي مشقه، وانما هو شايف ان انا باخد نفسي بعافه، اللي هو يعني احثها حثا شديدا على ان تفعل الايه، على ان تفعل الخير، لان انا محتاج ان هي تكون في درجه عاليه جدا متقدمه في الجنه. فرب العالمين: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. طب أنا أسمع وأطيع لمين؟ لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كما قال الله عز وجل، كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بقى أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده مين؟ لله بقى ومين؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين يقول لنا: في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وإيه تاني بقى؟ وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هي دي القضية. هنا لما العلماء جم وقفوا عند كلمة وأنفقوا خيرا لأنفسكم دي، قالوا أنفقوا في الزكاة، يعني طلع الزكاة فده أفضل لك وداخل ليك. ومنهم من قال: لا، في النافلة، الزكاة خلاص فرض عليا، فالنافلة دي اللي هي أنا بزود خير. ومنهم من قال: لا، أنفقوا اللي هو بالإنفاق على النفس. بالإنفاق على إيه؟ على النفس. وابن العربي رحمه الله علق على ده، قال: عجيب جدا، الإنفاق على النفس ده أنا لما أنفق على الفقير هو بالفعل إنفاق لي أنا. طب جبت الكلام ده منين يا ابن العربي؟ قالوا: من قول رب العالمين: إن أحسنتم، أحسنتم إيه؟ لأنفسكم. فكونك أنت بتطلع الجنيه ده تنفق تدل على الخير، فده في النهاية وده إحسان إيه؟ إحسان لك أنت. وإن أسأتم إيه؟ وإن أسأتم فلا.
طيب تعالى كده يا شيخ احمد نشوف اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسه فذكر، وهنرجع لكم طبعا نعلق عليه. في مؤسسه فذكر جالنا من فاعل خير قصه كانت غريبه وفستر بسيطه كده، كلمتين، وهم الست دي ارمله وفي رقبتها 5 ومحتاجه اللي انتوا تنزلوا وتشوفوا حالتها عشان محتاجه مساعده في اقرب وقت. نزلنا وجينا في منطقه سقاره في محافظه الجيزه وابتدينا نعرف حكايه ام علي اللي حضراتكم هتعيشوها معانا دلوقتي، وكتير الكلام هيدخل في قلبه قبل عقله ويقول انا معاكم ان شاء الله في اللي احنا نقف جنبها. ازيك يا ام علي وكل سنه وانت طيب؟ ربنا يكون في عونك، البقاء لله اولا. زوجك اتوفى من شهر تقريبا. ايه اللي حصل طيب؟ كان شاب لسه. كان ارزاقي على الله. ويجري يجي يقول لامي تعيش لعيالك. 5؟ 5 ايام. 3 بنات و2 صبيان، اصغر واحد عنده 5 سنين. الحمد لله مرضي بقدر ربنا. وايه اللي حصل طيب؟ يعني مات ازاي؟ يعني مات من غير ربنا. مرة واحدة ما كانش بيشتكي من أي مرض؟ ما كانش بيشتكي من أي حاجة. ما كانش بيشتكي من حاجة. آخر حاجة أو اللحظات الأخيرة ليه كان إيه الموضوع؟ كان عادي والله، ما كانش في أي حاجة. يعني هو كان نايم صحتي ما فيش نفس ولا كان؟ كان قاعد مع تعشي مع واحد صاحبه قال لي انا رايحه اكشف قلبي من ناحيه، بس رأى قبل ما وصل للمستوصف كان ربنا افتكر الحمد لله. سكته قلبيه؟ الله اعلم يا رب. طيب ربنا يرحمه ويغفر له ويقويك على اللي انت فيه. انت متعلق في رقبتك 5، دخلك ايه طيب؟ في معاش ليكي؟ هو معاش التكفل بتاعك 600 جنيه والعيال بتتعلم، مفيش أي دخل تاني. هو كان أرزاقي على الله، كان يوم شغال وعشرة قاعد وأنا بخبز شوية عيش في البيت. بتبيعهم للناس؟ لا يعني الناس تجيب لي دقيق وأنا بخبزهم في البيت، وأنا الوقت ما كانش فيها صحة إن أنا أقدر أخبز في البيت تاني. عايزة وقت والدخل برضه مهم، يعني لو خبزت 10 كيلو دقيق على 100 كيلو، الكلمة ما تعملش، مش كل يوم غبي. و10 كيلو دي ده كتير عليك يعني، أنت لوحدك بتعملي المراحل كلها. يعني اي مصدر رزق بقى لو كان عيش انا وليا 5 ومنهم 3 بنات محتاجين رعايه وجهاز، ومش عارف البنات يعني في جهاز قليل. احنا دلوقتي في الدراسه اصلا، يعني احنا في دخول المدارس تعليم، 3 بيتعلموا و2 الكبيره قعدت عشان ما كانش الدخل كتير. العالم دلوقتي بقى غالي، دروس ولبس وكراريس وكشاكيل وكتبات خارجيه. قعدت خدت الاعداديه وقعدت. طيب انا احنا في البيت برضو عندكم دلوقتي، انا شايف مفيش سقف. مفيش والله، والمطر زي ما بتمطر بره بتمطر جوه. وده اللي حصل شويه نظره بسيطه قوي، زي ما بتمطر بره بتمطر جوه، عشان ده خشب مضغوط مش لحم. بيبوش وبيدخل الميه منه اساسا. ده انت كل البيت عندك كده؟ ايوه كل البيت بالطريقه. طب وانا شايف برضو هو ده الحمام اللي في وشك من غير باب؟ انت ما عندكيش بيبان اصلا؟ مفيش ولا باب. والميه؟ مفيش ميه، احنا شادين ميه من البيت اللي جنبه. والكهرباء؟ الكهرباء ممارسه برضه. يعني انت مفيش اي وسائل؟ يعني حتى انا شايف السراير مفيش مراتب ومفيش سراير. الحمد لله.
طيب اللي بيشوفنا دلوقتي لو عايز يقف مع ام علي من اهل الخير واكيد مؤسسه فذكر برضه، ايه اللي نقدر نعمله لك عشان نساعدك بيه؟ ربنا يقدر على كل الخير يعمل معانا ويعرف ميزانيات حسنه. طيب انت محتاجه ايه؟ يعني ايه اللي تعرفي تعمليه؟ يعني مثلا لو يعني بفرض مثلا لو اتعمل لك موضوع بقاله تقدري عليه موضوع البقاله؟ انا بس عايزه فيزا المجمدات والفيزا الوقت غالي، اشوف 15 20 ألف جنيه وانا معيش كده. يعني دكان بقالة صغير كده تملهولي وفريزر احط فيه شوية مجمدات. لا دكان البقالة وجنبه فريزر عشان تعملي المجمدات. وانت هتعرفي تلاقي المحل، يعني احنا علينا البضاعة؟ ايوه هلاقي المحل وتلاقي المحل. طب ايه تاني اللي محتاجاه؟ والله انت شايف حالة البيت بقى وقلوب الخير تحن علينا. ولا باب ولا شباك. ولا سرير. ولا سرير ودول بنات وانت شايف البيت منط وانا وثلاثه بنات وعلي لسه عنده 14 سنه مهما كان لسه برضه صغير عن المسؤوليه وفتحي عنده 5 سنين يعتبر كده مالناش الا ربنا عايزين حاجه حتى تدارين ما فيش كلام تاني يتقال زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا دي حال اسره أرملة وخمسة أيتام الخمسة متعلقين في رقبة السيدة الكريمة اللي حضراتكم شايفينها هي ملهاش إلا معاش 600 جنيه بتاخده بس البيت اللي احنا واقفين فيه اللي بيقوي الأسرة الأطفال الأيتام والست الأرملة من غير سقف من غير بيبان مفيش إلا البوابة الرئيسية بتاعت البيت لكن الحمام أعزكم الله مفيش عليه باب مفيش ولا أوضة هما أوضتين أنا في المكان ده فيه أوضتين مفيش الا حصر يعني حصر ومفيش حتى ولا سرير ولا مفيش اي وسائل من وسائل الحياه ولا حتى ميه ولا سقف ولا كهرباء ولا اي حاجه في المقابل هي عايزه مشروع تبتدي بيه عشان تصرف على اطفالها اللي متعلقين في قلوبها ولو دورنا وفتشنا وقلنا مين اللي يستحق المساعده ونقف معاه مفيش اكتر من كده الرسالة اللي جات لنا الكام سطر وأسرة يتيمة معاهم أرملة تعالوا شوفوا الحالة بنفسكم نزلنا مؤسسة فذكر نزلنا وبصينا على الحالة وإحنا موجودين بننقل لكم الصورة عشان تشتركوا معنا عشان أكيد لوحدنا مش هنعرف نعمل أي حاجة زي ما بيتقال كده إيد لوحدها ما تسقفش فإحنا بنطلب من كل إنسان وكل واحد في قلبه رحمة ممكن يعكس الادوار ويقول وانا الحمد لله ربنا مديني دلوقتي لازم اساعد اختي وعيال اخويا اللي هو في دار الحق واحنا في دار الباطل اللي مشي وسابنا واكيد ربنا رحيم بينا كلنا اكيد اللي انت هتعمله النهارده هيترد لك بكره يعني اضعاف مضاعفه ربنا قال لنا كده ولو عمليه تجاريه هي كده يعني اللي انت بتعمله هيرجع لك عشرات فكل اللي احنا محتاجينه يعني انا عرضت الصوره وعرضت هي ممكن نساعدها بايه عايز بقى تشترك تقول انا متكفل بكفاله شهريه للاطفال الايتام ماشي انا متكفل اللي اعمل لهم الاسقف ماشي انا متكفل اجيب لهم سرير ماشي اجيب لهم لبس ماشي والاهم بالنسبه لنا مصر فذكر دلوقتي بتقول احنا عايزين نعمل مشروع بقاله للسيده الكريمه دي تقف عشان تصرف على عيالها الخمسه اللي منهم واحده سابت الدراسه عشان هي مش قادره على دراستها دي الصوره زي اللي موجوده في ارض الواقع اشتركوا معانا خليكم معانا وقفوا معانا مش لينا لأهالينا دي حكاية أم علي هستنى اتصالات حضراتكم عشان تقولوا احنا مع أم علي شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت شفنا طبعا حالة أم علي وإزاي هي محتاجة ويعني على فكرة كل احتياجاتها بسيطة بالنسبة لأن الناس تقدر أن هي تعملها لها شوفوا أنا لما أقف قدام حكاية أم علي وأقف أمام الآية بتاع وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان الإمام القرطبي رحمه الله بيقول إن ربنا أمر الخلق بالتعاون على البر والتقوى معناها إيه يا إمام؟ قال ليعن بعضكم بعضا اللي احنا نشوف هو محتاج إيه وإحنا نحاول اللي احنا نعينه ولذلك ربنا أمر وندب اللي هو البر والتقوى فعلمائنا كما يقول الإمام الماردي رحمه الله واسمعوا الكلام ده مهم جدا يا إخواننا يقولوا لأن في التقوى رضا الله
طب والبر رضا الناس، يبقى أنا لما أبر الناس كده يبقى أنا الناس بتحبني وترضى عني، ولما أعمل ده خالصا لوجه الله فربنا يرضى عني، دي التقوى. قال ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. فإحنا محتاجين ده، إن السعادة تتم والنعمة بتاعتنا تعم لما نساعد سيدة كريمة زي أم علي. إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. بداية مهمة خير النهاردة كانت من اتصال تليفوني، الأستاذ عيد بيكلم مؤسسة فذكر بيقول لنا عندنا حد محتاجين الناس كلها تقف معاه وتساعده، وخصوصا لما يبقى رب أسرة أصيب بمرض خلاه قعيد ولا قادر يطلع من بيته ولا قادر يساعد نفسه، وكل أمله في الحياة اللي هو يطلع من بره بيته يشوف شمس ربنا. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ هو ده اللي جابنا لقرية البرادعة في محافظة القليوبية التابعة لمركز القناطر. هنعرف قصة وحكاية الأستاذ رمضان، وأتمنى لحضراتكم تركزوا فيها عشان هي مهمة. ازيك يا عم رمضان؟ الله يسلمك. جات لنا مكالمة تليفون من شخص عزيز عليك وقال لنا تعالوا شوفوا حكاية عم رمضان، انتوا بتساعدوا الناس واهل الخير بيقفوا، فهو راجل طيب ومحتاج اللي احنا نقف معاه. ايه الحكاية بقى؟ لكل اللي بيشوفك دلوقتي عايزين نعرف حكاية عم رمضان، انت عندك كم سنة؟ انا عندي 38 سنة. طيب متجوز؟ متزوج معايا ولد وبنت. ربنا يخليهم لك. ايه الحكايه بتاعتك؟ ايه اللي في، انت اصبت بحاجه؟ الحكايه معايا من وانا صغير، فزادت من 10 سنين. ايه الحكايه اللي انت صغير؟ يعني تعب حصل لي وانا صغير، جالي دور سخونيه وانا صغير خالص، فالدكتور قال لهم هو هيعيش ضعيف كده والحاله بتاعته هتزداد سوء كل ما يكبر في السن شويه. الحاله يعني ضمور في العضلات والاعصاب في الايدين والرجلين، التعب يعني حل عليا وانا بقالي 10 سنين قاعد على الكرسي زي ما انت شايف كده، كرسي عادي. كنت شغال؟ كنت شغال والشركه قعدتني بقى عشان انا ظروفي تعبانه، وكانوا فاصليني اصلا، وانا وهم يعني تعاملوا معايا عملوا لي عقد جديد وقالوا لي هتقعد في البيت وهنديك مبلغ 1200 جنيه، فهم بقى يعني بيزيدوا 7% كل سنه، فوصلوا لحد 1400 جنيه حاليا دلوقتي. 1400 جنيه بالدول كم عايش او كم مرتب ليك ولزوجتك ولعيالك الاثنين؟ طب بتعيش ازاي؟ اهو ربنا بيمشيها بقى زي ما بتمشي. يعني في ناس ساعات بتساعدنا، يعني بتدينا 200 جنيه 400 جنيه في الحدود دي يعني. طيب انت برضو اللي اتبعت لنا قالوا عم رمضان عايز يطلع بره البيت، انت في كرسي قاعد عليه. امال انت محتاج ايه؟ محتاج كرسي كهرباء عشان اتحرك ومارس حياتي، يعني عشان انا زهقان من القعده في البيت. انت اخرك الكم متر اللي هم طلعوك من جوه عشان تقعد معانا هنا تتكلم؟ ايوه. بس ما بتخرجش؟ وده طبعا مأثر على نفسيتك؟ مأثر على نفسيتي وتعبني والله، وحتى الكرسي ضيق عليه لحد ما يزقني، ما لقيتش حد، بفضل قاعد بقى في الدور ما بعرفش اخرج ولا اروح ولا ايه. ايه اكتر حاجه بتضايقك وتعبك؟ اكتر حاجه ضغط المعيشه، ان انا مش قادر اعيش بالمرتب اللي انا باخده ده، وموضوع الكرسي اللي عاوز اخرج واشوف الدنيا كده واخرج واتمشى هنا وهنا.
نفسك حتى تشوف الشمس وهوا ربنا بره. ايوه من غير ما تعتمد على حد او حد يزقك. هو ده بقى اللي بيحسسنيش ان انا عاجز، لما بكون حاجه مثلا بتخرجني وبتدخلني بتحسسني ان انا ايه، ما عنديش عجز. لكن لما حد يزقني كده والكلام ده بحس بالعجز اكتر. وانت يعني انت لو الموضوع ده اتشال او اتعالج شويه بموضوع كرسي الكهرباء حالتك النفسيه هتتحسن شويه. هتتحسن ان شاء الله. طيب، هي حاله العم رمضان ملخصها هو راجل ظروفه صعبه بياخد 1400 جنيه عايش بيه هو وعياله ومراته، وقالها صراحه. يعني حد غيره ممكن يقول لك لا انا ماليش حاجه وقاعد من غير شغل، لكن هو صريح، والصراحه بتبقى كويسه جدا، وده اللي اتعودنا عليه من اهل الخير. اللي محتاج الخير ربنا بيكون كرمه بنفسه وكرمه بصدقه. وحضراتكم وانتوا بتشوفوه دلوقتي الراجل كل حلمه وهدفه في الحياه اللي هو اتبعت لنا عشان كده وجناله في محافظه القليوبيه في قريه البردعه التابعه لمركز القناطر، هو نفسه يخرج من بره لحد هنا المكان اللي قاعد فيه ده، مش على الكرسي بتاعه هو ده بصعوبه اللي هم شالوه وطلعوه وما بيقدرش يمشي بيه لوحده، نفسه في كرسي كهربائي ما بيتكلمش في الغلا ولا انا محتاج حد يعيني على ظروف المعيشه. ربنا اعلم بظروفه واعلم بحاله، بس كل اللي محتاجه كرسي كهرباء، وده مش كتير ومش صعب، واللهم لك الحمد شفناه كتير خلال الفتره اللي فاتت. كل اهل الخير اللي بيساعدوا وبيمشوا في طريق الخير معانا في مؤسسه فذكر، اللي بيثقوا فينا عشان بننزل على ارض الواقع بنجيب لحضراتكم القصه زي ما بيتقال هي موجوده ازاي بظروفها بكل كلامها، ما بنغطيش ولا نقول له قول كذا ولا اعمل كذا زي ما في كتير بيحصل. بنحب الطريق الخير يبقى فيه صدق، والصدق بينجي من كل حاجه. ومحتاج حضراتكم تشوفوا عم رمضان بنظره خير، بنظره مختلفه. كل واحد ربنا مديله صحه ومديله عافيه اللي يقدر يمشي على رجله ويقدر يخرج ويتحرك براحته، هو محتاج جزء من العافيه دي، محتاج يحس اللي هو ممكن يكون ربنا مقدر له اللي هو فيه، لكن هو محتاج كرسي يساعده يتحرك لوحده عشان حالته النفسية والحالة النفسية والضغط النفسي أكتر بكتير من أي حاجة في الدنيا. فأتمنى من أي حد شاف عم رمضان الحالة زي ما قدام حضراتكم والأرقام اللي ظاهرة دلوقتي على الشاشة دي، الأرقام اللي تقدر تساعدك توصل لعم رمضان، أو أي مبلغ هتقدر تتبرع بيه هو هيساعد في الكرسي الكهربائي. هو بقى مبلغ دلوقتي، لكن لو إحنا كأسرة تكفلنا وقلنا الكرسي الكهربائي ده عايزين نجيبه لعم رمضان للراجل اللي لسه ممكن نقول في ريعان شبابه 37 سنة لسه ما جابش ال 40، ده شاب وشاب متزوج وعنده أطفال، فمحتاج يعيش ويشوف نور ربنا، محتاج يشم الهوا، محتاج يقول لكم أنا عايش ويشوف جيرانه ويشوف الناس اللي حواليه. عشان كده احنا وصلنا له وبأكد على حضراتكم مرة تانية، أرجوكم خليكم في طريق الخير مع عم رمضان، دي حالته زي ما هي موجودة على أرض الواقع، ومش هنسيبها اللي بإذن الله. وأول ما كرسي هيجي له ونجمع حقه هنيجي ونسلمه له. أشوفكم على خير، السلام عليكم. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايز اقول ان ارقام التليفون اللي بتبقى ظاهره على الشاشه طول فقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه فذكر دي ارقام المؤسسه اللي عايز ان هو يتواصل معاهم ويتصل على الارقام دي لو عايزين تساهموا في اي مبادره من المبادرات او حاله من الحالات اللي انتم بتشوفوها زي ما شفنا دلوقتي يا شيخ احمد حاله عم رمضان. يعني انا حاله الاستاذ رمضان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، والراجل انا ارى ان هو من خلال التقرير يعني انسان عفيف، اللي هو في النهايه انا عاوز كرسي يعني اقدر اتحرك بيه، ممكن زي ما بيقولوا كده المصريون يعني القط رزقي، اشوف اي حاجه اقدر ابيع حاجه بتاع. هو مش طالب الا كرسي وكرسي كهربائي يعني، لكن انا هنا اتوقف عند قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سيدنا النبي اخواننا كان يشدد على حقوق الاخوه، ده اخويا، ده في النهايه اخويا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، ده أخوك لا يظلمه ولا يسلمه. وبعدين يقول لنا ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فأنت لما تكون في حاجة أستاذ رمضان ده رب العالمين هيكون في حاجتك،
وبعدين النبي يقول ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انت عارف ان انت ممكن تطبق كل ده على حالة الأستاذ رمضان اللي انت تسترهم فما يمديش ايدهم لحد، ممكن نعمل لهم مشروع، ممكن احنا نفرج عنه الكربة اللي هو محتاج كرسي فنجيب ده. سيدنا الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث ده في كتاب المنهاج على شرح صحيح مسلم الحجاج اللي هو شرح صحيح مسلم يقول كلام مهم في غاية الأهمية، يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر باللي احنا نكون مع إخواتنا دول واللي احنا نفرج الكرب. طب تفريج الكرب هيكون ازاي يا إمام؟ بيقول تفريج الكرب إما بإزالة الكرب، أنا أزيل الكرب بالكلية بالمال، هساعد بالمال أو بالجاه، ها أنا راجل عندي جاه وبتاع فأنا ممكن أزيل الكرب بجاهي أو بمساعدته بأي طريقة كانت. ثم يقول الإمام النووي يقول وإزالة الكرب تكون بالإشارة، أنا أي وبالدلالة. يا نهار أبيض للدرجة دي، يعني إيه؟ أنا دللت عليه، يعني أنا بقول يا أخوانا أقول أستاذ رمضان حالته 1 2 3، يبقى أنا أكون أنا كذلك الأمر إيه دخلت في حديث النبي ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم الإيه، نص الحديث كده كربات يوم القيامة. فأنا محتاج إن أنا أعمل ده. الراجل هو مش محتاج حاجة كتير جدا، ده هي حاجاته بسيطة جدا جدا جدا. وبالتالي كان سيدنا النبي يؤكد صلى الله عليه وسلم ويشدد على حقوق هذه الأخوة، فيقول المسلم أخو الإيه؟ أخو المسلم. مشكورك يا شيخ أحمد، وإحنا في نهاية حلقتنا هسيبكم مع تقرير وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي الرابع للهيئة تحت شعار مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة من الإصلاح إلى التميز. وعلى هامش المؤتمر وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون لتقديم الدعم والتدريب لأخصائيين الرعاية الصحية والعاملين بالهيئة. تعالوا نشوف التقرير. احنا في مثل هذا اليوم كل سنة يوم 26 نوفمبر بنحتفل بالعيد القومي للتغطية الصحية الشاملة، بنخلد ذكرى اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد سنة 2019، ايضا بنستعرض انجازات الدولة المصرية في الجزء المتعلق بالتأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة. النهاردة ايضا بنحتفل بمرور 4 سنوات على اطلاق هذه المنظومة وامتدادها لست محافظات من 27 محافظة وإعلان خطة الدولة المصرية للتحرك في ملف التغطية الصحية الشاملة اللي إن شاء الله بإذن الله طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس هذه المنظومة وهذه المظلة سوف تغطي كل المصريين بحلول عام 2030. أدوية نوفارتس بتوصل لأكثر من 18 مليون مصري، لكن الدور بتاعنا هو أبعد من كده. والحقيقة بروتوكول التعاون اللي ما بيننا وما بين الهيئة النهاردة هو مركز على أمراض القلب والأوعية. أمراض القلب في مصر بتحدث 1 من كل 2 وفاة في مصر، وبالتالي احنا قدامنا تحدي كبير. احنا شايفين ان احنا مهم جدا نشتغل عليه مع هيئة الرعاية، وبروتوكول التعاون اللي ما بيننا بيهدف ان احنا نتحرك في 3 اتجاهات. اتجاه هو التوعية بشكل عام في مصر، والاتجاه التاني هو الشغل على الكوادر الطبية والتعليم الطبي المستمر، والجزء التالت هو توعية مرضى القلب. الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هي من احد اولوياتنا في شركه نوفارتس، وهي من احد اولويات هيئه الرعايه الصحيه كمان في نفس الوقت. لذلك لقينا ان البروتوكول التعاون اللي احنا مضيناه النهارده مع الهيئه العامه للرعايه الصحيه من اهم البروتوكولات اللي احنا شايفينها هتخدم المريض المصري بالذات في امراض القلب وتصلب الشرايين. وزي ما سمعنا النهارده في المؤتمر وسمعنا في المؤتمر الصحفي كمان ان 1 من كل 2 مرضى بيتوفوا في مصر نتيجه امراض القلب وتصلب الشرايين. لذلك احنا نطمح ان شاء الله ان احنا نحتفل بعد سنه من النهارده ان احنا كنا وساهمنا بتحسين حياه المريض المصري والقضاء على هذه المشكله اللي بيواجهها المريض المصري في مصر. مصر قررت ان هي تاخد اجراء جريء تجاه التامين الصحي الشامل في مصر، والحقيقه هذا هذه الرؤيه بتحمل الكثير والكثير من التحديات التي ممكن ان هي تواجه اي نظام صحي. وعلشان نقدر الدولة تتخطى هذه التحديات
بناء عليه احنا الشراكه مع القطاع الخاص اصبحت مهمه جدا، وبما ان نوفارتس هي واحده من اكبر الشركات ان لم تكن اكبرها موجوده في مصر، فاصبح من دورنا المجتمعي ان احنا ندعم جهود الحكومه في الوصول الى هذه الرؤيه النبيله تجاه تحسين حياه المرضى في مصر.